مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مليون مسا عليكم كلكم، تحياتي لكم يا جماعه. الجراو اللي قدامنا دي الجراو المالقينه ولاد ميلو كوريا. النهارده اليوم الـ 32، خلاص فاضل ايام بسيطه ونبدا نطعم تطعيم الثنائي. وبنطعم تطعيم الثنائي عند عمر 35 يوم بالظبط، وده طبعا بيكون حاجه كويسه للكلاب، لان بيبقى جدار حمايه ابتدائي كده من البدايه، ان هو بيحميهم من اي فيروسات زي البارفو والديستمبر والالتهابات الرئويه والحاجات دي كلها، والامراض المزمنه او الفيروسات المزمنه اللي بتيجي للجرو وهي صغيره. ناس كتير بتتصل بينا في المزرعه وتقول يا ابو نور انا ربيت جرو صغير ولما كبر بدا يعمل حمام دم ومات. خلوا بالكم يا جماعه من البارفو، بسبب عدم التطعيمات وبسبب اهتمامي بالكلاب ممكن دي تاثر معايا وتدمر لي الدنيا. فلازم ان احنا نهتم بالكلاب بتاعتنا من وهي صغيره ونهتم بمواعيد التطعيمات. عمر 35 يوم بندي ثنائي، عمر 45 يوم بندي خماسي، عمر 75 يوم بندي السباعي او الثماني، تمام؟ عمر 4 شهور بندي تطعيم السعار وبنرخص كلبي. كل 4 شهور او كل 3 شهور بندي تطعيم حشرات وديدان، ده بيفيد الكلب بتاعي. وبتكون دي قائمة التطعيمات. طيب محتاج بعد سنة يا ابو نور نكرر التطعيمات دي تاني؟ ممكن بعد سنة تكرر كل سنة تدي السوماني وتدي السعار. السعار لازم بيتاخد كل سنة، اما السوماني ممكن نديه كل سنة وممكن لا، بس انا اقول لك ادي السوماني كل سنة، مش هيزعلك في حاجة، امر 200-300 جنيه او 500 جنيه كمان ما يزعلكش. التطعيمات اسعارها بتكون حسب نوعيتها، في تطعيم ب 200 جنيه، في تطعيم ب 300 جنيه، في تطعيم ب 500 جنيه حسب نوعيه التطعيم، بس احنا بنفضل التطعيم النظيف الاصلي المستورد، الشركات اللي هي معروفه افضل من اي تطعيم من تحت السلم. فيا جماعه خلوا بالكم من كلابكم، واي حد مربي جراوي لازم تهتم بمواعيد التطعيمات وتهتم بالحاجات دي كلها. فكره بقى الدم الحامي وازاي نختار الجرو بتاعي، ده هوريها لكم في الحلقه دي دلوقتي، وهوريك تعمل ايه وازاي تختار الجرو وتركز مع اهل الجرو وتفضل مراقبه لحد الجرو بتاعتك ما تكبر. انا يا جماعه مركز على الجرو الجدع اللي يقول لي انا دلوقتي واخد بالي من اهل جرو فيهم. دول 5 جراوي، يعني بسم الله ما شاء الله حالتهم الصحيه 100%. طبعا دول 3 ولاد وبنتين يا جماعه. التلات ولاد وبنتين دولت انا واخد بالي منهم في جراوي كده معينه، ان المفروض ان انا هربيها للمزرعه مش همشيها، وفي جرو واحد هو اللي هنخرجه باذن الله من الجراوي دي. بس الشاطر اللي يقول لي انا مركز مع اهله جرو كده اللي دايما عيني عليه، او هو ده اللي هيلفت نظر ابو نور عشان يربيه للمزرعه ويبدا يعمل بيه فيديوهات للناس الحلوه اللي متابعين معانا. طبعا انا كده بفكر اختار جرو معين من الجراوي دي، هسميه اسم معين وهبدأ اعمل عليه تداول في الفيديوهات واوريكو الجرو ده هيطلع نظامه ايه. الحمد لله ولاد ميلو مخلفش عندي خلفة دمها بارد خالص، كلهم دمهم حامي وبسم الله ما شاء الله كلاب بتعض من وهي مغمضة. فبإذن الله بمشيئة ربنا دول 5 هنوقف، 4 للمزرعة وهنبيع 1 بس علشان طبعا ما يكونش عدد كبير. فاحنا يا جماعة بإذن الله بمشيئة ربنا هنتشاور بعد كده ونتابع معاكم، وأي حد محتاج مننا أي حاجة يشرفنا اتصاله على التليفون. أما بقى الجراوي اللي معانا زي ما انت شايفين بسم الله ما شاء الله دم حامي، زي ما احنا شايفين دمهم جميل جدا، مواصفات جميلة جدا. يلا بينا نقرب منهم بالكاميرا كده ونشوف وتدونا رأيكم، والجدع اللي يقول أبو نور هيركز مع أهله جرو فيهم عشان يربيه للمزرعة. قلنا نفتح للجراوي كده طبعا، ومن الصعب ان انت يكون عندك جراوي تعرف تصورهم، لان اول ما بتفتح لهم كده بيبداوا ان هم يجروا على رجليك. انا ابتديت كده ان انا نعمل ايه، شايفين انا ماشي وهم ماشيين ورا رجلي. طبعا هنروح لكم فين المره الجايه، زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله اهو. ادي يا جماعه الجراوي اهي، انا وضحت لكم شويه كده. طبعا بسم الله ما شاء الله دمهم خفيف جدا. تعال ورايا هنا سي. شت شت شت
لسه في واحد جوه اهو. فين تاني؟ زي مين بالظبط لما بداية تعارف بقى، لسه بادئين ان هم يتعرفوا على الحاجة اللي قدامهم، ايه اللي بيتحرك، ايه اللي بيمشي، ايه الكلام ده كله. زي ما انتوا شايفين طبعا. هم مستغربين يا جماعة زي ما انتم شايفين. طبعا لسه الودان ما وقفتش. ادونا بقى رايكم يا جماعه في الفيديو ده، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في ولاد ميلو بعد ما بداوا يطلعوا يلعبوا كده معانا. تمام، وجهزوا نفسكم باذن الله للايام اللي جايه جميله جدا. ما تنسوش تعملوا الفيديو ده لايك وتعملوا شير وتدوني رايكم في الكومنتات.